العدسة كده كده هو راحت مكسورة هم كده هو بيقولوا علي بيحسدوا فيا اكمن عيوني عسلية وبتلمع في الضي شوية ابقى خلاص خلاص بقيت خلاص بقيت جنية ويقولوا على وسط رفيع امشي الاقي كده يتخلى واسمعهم كده وانا بتدلع بيقروا عليا وبيحسدوا فيا ماشية السيورة كده كده هو عايزة لها صورة كده كده هو بصت في العدسة كده كده هو راحت مكسورة هم كده هو بيقروا عليا وبيحسدوا فيا يشوفوني بنشر بيضاتي والهوى طاير بين دراعاتي يقولوا ايه يفتكروا ايه يفتكروا دول جراحاتي ويقولوا مالها كده سرحة وبرندت بيتهم كده برحة وانا مهما حاولت اكون مالحة بيقروا عليا وبيحسدوا فيا ماشية السنيورة كده كده هو عايزة لها صورة كده كده هو بصت في العدسة كده كده هو راحت مكسورة هم كده هو بيقروا عليا وبيحسدوا فيا اشتري فستان يطلع منظر واشتري فاكهة تطلع سكر ابقى كده مش عاوزة مو بعرف اسحر ويقولوا على شعري السايح قلقه ناعم وكمان فاتح وانا مهما اسامح واصالح بيقروا عليا وبيحسدوا فيا ماشية السنيورة كده كده هو عايزة لها صورة كده كده هو بصت في العدسة كده كده هو راحت مكسورة هم كده هو بيقروا عليا وبيحسدوا فيا بيقروا عليا وبيحسدوا فيا بيقروا عليا وبيحسدوا فيا فعلا بيقروا عليا وبيحسدوا فيا 38 سنة النهاردة فرقة المصريين بتحتفل ب 38 سنة على إنشائها لما أنشأها سنة 1977 الموسيقار الكبير والموزع المصري الأشهر دكتور هاني شنودة دكتور هاني شنودة طبعا غني عن التعريف بألحانه وموسيقى اللي يعني موجودة في أفلام مهمة جدا وتترات مهمة جدا وموسيقى تصويرية لأفلام كانت بصمات في تاريخ السينما المصري فرقة المصريين على مدار تاريخها غنت أغاني تمثل يعني جزء كبير من وجداننا يعني بيقروا عليا وبيحسدوا فيا وأغاني كتيرة جدا هنسمعها النهاردة مش هحرقها أكيد كلكم فاكرينها فمش هحرقها لكم الأول هنسمعها على مدار الحلقة لأن احنا النهاردة في البيت بيتك بمناسبة مرور 38 سنة على إنشاء فريق المصريين قررنا أن احنا نعمل احتفاء خاص بيه بكرة كمان في احتفاء من نوع آخر في ساقية الصاوي حفلة الساعة 8 برضو بدعو حضراتكم كلكم تكونوا حاضرينها علشان نحتفل كلنا مع بعض النهاردة وبكرة بفرقة المصريين اللي تعتبر أول فرقة غنائية في مصر